أهلا بكم، نحييكم من جديد. وبعد أيام من تعيين وزير الخارجية الفرنسية السابق جان إيف لودريان كمبعوث للرئيس الفرنسي إلى لبنان، يصل لودريان إلى بيروت في زيارة خاصة غدا تهدف للمساعدة في إيجاد حل توافقي وفعال لأزمة لبنان، في وقت لم يتم الإعلان عن جدول اللقاءات التي سيعقدها لودريان في لبنان. ولكن معلومات ذكرت أنه سيجتمع غدا برئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يلتقي بأكبر عدد من السياسيين في وقت لاحق. وتكثر التكهنات والتحليلات حول الموقف الفرنسي المتعلق بالاستمرار في دعم المرشح الرئاسي سليمان فرنجي أو طرح مرشح جديد للرئاسة بعد الاجتماع الذي جرى في الإليزي بين ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ينضم إلينا من بيروت جوني منير الكاتب السياسي الذي كان له أكثر من موقف خلال الأسبوع الماضي وأكثر من معلومة وضعها على طاولة الإعلام، كما يعتبر جوني منير على علاقة جيدة بالخارجية وبالسياسة الفرنسية، ويمكن أن يكون لديه معطيات خاصة حول هذا الموضوع. بينما سيبقى معنا من الرياض الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. جوني منير مساء الخير وأهلا بك. مساء النور لك ولضيفك. لودريون غدا في بيروت، البعض يروج بأنه جاي على بيروت ليثبت ورقة سليمان فرنجي كمرشح أقوى في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد لقاء الأمير بن سلمان مع إيمانويل ماكرون. وكما سرب من بعض الجهات أنه يبدو ماكرون قد استطاع إقناع السعوديين بأنه ممكن تمرير سليمان فرنجي. الفريق الآخر ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومة، وأنتظر منك حسب معلوماتك وتسريبات التي وصلت لك وما تمتلك من كواليس، لودريون شو جاي يعمل ببيروت، ومن هو الاسم الذي معه على الورقة التي أرسلت معه إلى بيروت؟ أولا يعني لودريون في بيروت هو سيقوم بجولة استطلاع، سيلتقي الجميع دون أي استثناء، سيبدأ طبعا بالرئيس نبيه بري غدا، وبعده الرئيس ميقاتي، ومن ثم سيذهب للقاء المسؤولين الحزبيين والجميع، ومن ثم سيعود ليضع تقريره عندما تنتهي زيارته ويرفعه إلى الرئيس الفرنسي، ولتقوم الخلية الدبلوماسية في قصر الرئاسي بدراسة ما وصل إليه. كل هذه الصورة تؤكد بأن هذا يعني تغييرا في الموقف الفرنسي، وإلا يعني أو انعطافا في الموقف الفرنسي، بحيث أنه بالتأكيد لن يأتي حاملا أي اسم، هذه واحدة. ثانيا، أنا كنت قد نشرت البريف الذي قدمه إيمانويل بون رئيس الخلية الدبلوماسية في قصر إليزي، ومعه باتريك دوريل غدا تعيين لودريان في موقعه الجديد في مهمته الجديدة. هو قال بوضوح، وهي يعني لم يكن معدل للنشر لكنني حصلت عليه بنسخته الرسمية ونشرته بنسخته الرسمية كي يؤكد على المعلومة، يقول إيمانويل بون الذي كان صاحب أو أب الاقتراح أو الخطة التي كانت تقضي بتسمية سليمان فرنجي، يقول يجب علينا الذهاب باتجاه يعني قراءة جديدة، وهو ما سيقوم به لودريان، وبالتالي باتجاه تجاوز ما حصل سابقا. الآن أعتقد بأن ما زاد من هذا الموضوع أن الجلسة التي عقدت، الجلسة النيابية اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في نسختها 12، أعتقد أنها أيضا ثبتت ضرورة الذهاب باتجاه الخيار الثالث. طبعا لودريان لا يملك اسم الخيار الثالث، ولو أن هنالك يعني تواتر أو كلام في الكواليس
حول يعني أسماء موجودة لديهم، لكن بالتأكيد مثلا من هي تلك الأسماء جوني اللي ممكن تكون موجودة لديهم؟ ممكن بيناتهم قائد الجيش مثلا جوزيف عون، الذي حاول اليوم جبران باسيل حرق كل أوراقه بشكل علني، يعني اليوم يعني كان بشكل علني عم بيقول أنا لن أقبل ولن أسمح ولن أشارك، يعني وكأنه عم بيقول لهم أوعى تقربوا على ورقة جوزيف عون لأني أنا لن أسير في هذا الاتجاه. وأضاف أن الرجل مطروح، اسمه مطروح في الكواليس، بالتالي أكد المسألتين، يقول رأيه هو سلبي حتى الآن، وفي الوقت نفسه يؤكد أنه اسمه مطروح. نعم، أحد الأسماء المطروحة في الاتجاه الثالث، أحد الأسماء الأقوى المطروحة في الاتجاه الثالث هو العماد جوزيف عون قائد الجيش. ودعني أقول هنا مثلا الوزير جهاد أزعور، الوزير جهاد أزعور يعتبر تعتبر أنه احترقت أوراقه وخلص لم يعد قادرا على الاستمرار في المنافسة، سيبقى موجودا على المستوى الإعلامي حاضرا اسمه هو وسليمان فرنجي، لأنه لم يطرح بعض البديل، لكن أعتقد جديا وفي الحسابات السياسية نعم، لأنه هذا بديل لك إيه؟ من أسرار أو من فك رموز الجلسة 12 لانتخاب رئيس الجمهورية أنه ظهر بوضوح قدرة كل فريق على أن يترجم نفسه في المجلس النيابي. طيب، الرهان من جبران باسيل على زياد بارود، جوني الرهان من جبران باسيل على زياد بارود، على اسم زياد بارود أن يكون الاسم في اللحظات الأخيرة، برأيك هل هو رهان عنده أمل في الحياة، أو كمان ورقة زياد بارود بتعتبر أنه صارت من الأوراق المحروقة ما بتمرق؟ لا، هو ليست ورقة محروقة، لكن يقترحها جبران باسيل أن تكون هي الخيار الثالث. لكن في الموضوع الخيار الثالث، دعني أقول المسألة مهمة جدا، ماذا سيكون يعني الخيار الخارجي؟ نحن في الداخل وصلنا إلى البلوك، وهذا ما ظهرته الجلسة 12، هذا اللي كنت عم حاول أقوله. يعني حزب الله كان يقول لدي القدرة ولدي وأنا وصلت إلى قرب 65، لكنني أريد دعم سعودي وما إلى هنالك. تبين أن أقصى ما يمكن أن يفعله، لأنه يعني عمل الذروة تبعه وصل إلى 51 مع فروقات في أماكن أخرى، وهذا أدى إلى ولكن من غير دعم السعودي، ولكن من غير الدعم السعودي، يعني 51 من غير الدعم السعودي. يعني لو استطاع ماكرون أن يقنع الأمير بن سلمان بخياره، يعني طبعا ساعتها مرشح فرنجي سيتخطى الرقم المطلوب إذا السعودية مشيت بالخيار. هنا نقول لو، وهذه تخضع لحسابات أخرى يعني ليست موجودة الآن وليست موجودة عند السعودية. السعودية هي أقرب فعليا للخيار الثالث، يجب أن نذهب إلى رئيس للجمهورية لا ينتمي لا إلى حزب الله ولا لأي محور، يعني هذا بصريحة. طيب، خليني أسأل هذا السؤال للدكتور علي العنزي، هل بالفعل السعودية هذا هو خيارها، أو لن تقبل بأي رئيس سيأتي إلى لبنان إلا إذا كان سيعيد لبنان إلى حضنه العربي، إلى علاقاته المميزة مع السعودية ومع جيرانه؟ يعني هي مصرة على هذه النوعية من الرؤساء، أن لا يكون له أي علاقة بحزب الله أو بما يعرف بسياسة الثنائي الشيعي في لبنان. ما هو الخيار السعودي برأيك؟ وبرأيك شو صار باجتماع الأمير بن سلمان مع الرئيس ماكرون؟ أخوني، السعودية أكدت مرارا وتكرارا أن خيارها هو خيار اللبنانيين، اللبنانيين هم من يختاروا لأنفسهم، السعودية لا تتدخل، السعودية تساعد اللبنانيين على حل مشكلتهم، وهذا ما أكده سفير المملكة في لبنان، وهذا ما أكده كل المسؤولين السعوديين. ودائما المملكة تتدخل في الصالح اللبناني ولا تريد لأحد أن يتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. الخيار الأول هو خيار لبناني، اللبنانيين هم أدرى بخياراتهم وأدرى بمشاكلهم. وأنا أعتقد يعني تأثير الأمير محمد بن سلمان، الكل لا يشكك بتأثيره، يعني سواء على الساحة العربية أو الساحة الإقليمية أو الساحة الدولية،
ولكن هذا التأثير يتجه إلى التأثير الإيجابي، والسعودية دائما تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وهذا أيضا من ركائز السياسة الخارجية السعودية. لذلك أنا أعتقد السعودية تشجع اللبنانيين على الحوار، وتشجع اللبنانيين على اختيار رئيس أن يكون هذا الرئيس محايد، هم اللي يختارون. السعودية ولكن لا تختار للبنانيين. ولكن دكتور أنت تعلم تماما أن في لبنان أن نترك اللبنانيين أن يتفقوا هم بين بعضهم ليس بالأمر السهل، خصوصا أن هناك فريق في لبنان لديه فائض من القوة، يعني يفرض قراراته وخياراته ومرشحيه وما يجب أن يكون في القوة، يعني بيقول لك أنه ما بدك تمشي معي ضرب راسك بالحيط. فلهذا السبب كان اتفاق الطائف، لهذا السبب كان اتفاق الدوحة، لهذا السبب كان التدخل السوري بفترة من الفترات. يعني اللبناني لم يستطع يوما ما أن يحل مشاكله بنفسه، كان دائما بحاجة إلى من يحل له المشاكل. فاليوم السعودية الجميع ينتظر الموقف السعودي بأي اتجاه ستسير في لبنان، كي يعرف الآخرون أي اتجاه سيسيرون أيضا. مثل ما ذكرت لك، السعودية تساعد اللبنانيين وتتدخل للتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، ولن تفرض جهة على جهة. هذا ما إذا كان هناك فرض عليهم العودة، يعني تذكر السعودية باتفاق الطائف وكل ما عملته باتفاق الطائف، ولكن اللبنانيين هم من لم يلتزم بهذه الاتفاقيات، لذلك السعودية تتدخل في مساعدتهم لتقريب وجهات النظر. وأنا أعتقد هذه هي اللعبة السياسية التي يتقنها اللبنانيين بالمفاوضات وبتقريب وجهات النظر، يعني نحن أمام معضلة سياسية في لبنان. مشكلة لبنان هذه المعضلة السياسية التي كل ما جاء اختيار رئيس يجلس لبنان في فراغ رئاسي لمدة سنة أو سنتين حتى يتم الاتفاق على رئيس. هذه طبعا لا يحلها إلا اللبنانيين. اللبنانيين عليهم أن يغلبوا مصلحة لبنان فوق كل مصلحة بعد أن يتفقوا. أنا أعتقد السعودية والكل يعرف أن يجب أن يكون هناك قوة سياسية، لا تكون قوة ميليشياوية، هذه لا خلاف عليها، ولكن الآن يجب الاتفاق على يعني ما يتفق عليه اللبنانيين ويعتقدون أنه هو أقرب شخصية لقيادة لبنان لكل المكونات اللبنانية وليست إلى جهة معينة. دكتور، هناك من يعتقد اليوم اللا نية للسعودية بمساعدة لبنان، لبنان خرج من حسابات السعودية، يعني كتير اليوم بيقولوا السعودية لم تعد كالسابق مع لبنان، لبنان بالنسبة لها خرج من حساباتها بعد ما تعرضت له بلبنان، بعد ما تعرضت له معنويا وماديا وسياسيا وبكل الاتجاهات. بيقولوا السعودية اليوم لم يعد لبنان يعني لها، اهتماماتها صارت بمكان آخر، هل هذا صحيح؟ السعودية لم تخرج أي دولة عربية أو دولة شقيقة من اهتماماتها، ولكن السعودية لم تعد أيضا تعطي على بياض، على تقدم بدون أن يكون هناك مردود للبنان، وليس فقط للسعودية، للبنان، للعرب. السعودية لا لبنان ولا السودان ولا سوريا ولا أي دولة عربية تخرج من حساباتها. أخطوني، اليوم السعودية تشكل مشروع في الشرق الأوسط وتساهم في مشروع دولي، الكل يعلم. يعني اقرأ، علينا أن نقرأ ما تكتبه الصحافة العالمية وما يذكر بالفضائيات العالمية عن الدور السعودي الفاعل الآن، ليس فقط على المستوى العربي بل على المستوى الإقليمي والدولي. لذلك ما يقال هذا طبعا كلها تسريبات، لكن لاحظ أن دائما السعودية تتدخل عندما تحتاج لبنان إلى تدخل، سواء كان تدخل في المساعدات أو غيرها، ولكن هذا التدخل يكون بشكل مدروس ويكون بشكل يكون له مردود على لبنان أولا وعلى محيطه العربي ثانيا. نعم. لبنان دولة عربية، لبنان تتنفس الهواء العربي، نحن نعرف بيروت كانت إضاءة في العروبة وفي نفسها العروبي.
اليوم طبعا نطمح أن تعود بيروت كما كانت بيروت في السابق، بيروت العربية، بيروت التي نطمح لأن تكون عنصر فاعل في التنمية العربية. المنطقة العربية الآن تمر في إعادة تشكل وإعادة لم الشمل العربي الذي انطلق من مؤتمر جدة أخطوني، ولذلك السعودية لم ولن تتخلى عن أي دولة عربية ولن تدع أي دولة عربية خارج حساباتها، بل بالعكس اليوم يهمها كل هذه المنظومة العربية لتقودها إلى بر الأمان للتنمية والاستقرار والاستثمار، ولكن ضمن خيارات كل دولة، وليس هناك أي تدخل في شأن هذه الدول، وهذه هي ركيزة من ركائز السياسة السعودية. شكرا لك دكتور علي على مشاركتك معنا. أنا أتشكر مشاركتك في هذه الفقرة، أتابع مع ضيفي من بيروت جوني منير. جوني، يعني نحن رايحين لوين اليوم؟ أعتقد من بعده نحن يمكن عندنا أول المسألة الأولى هي انظر هنالك شيء ما بدأ يتحرك على المستوى الإقليمي باتجاه لبنان. نعم الموقف الرسمي السعودي كما قال منذ قليل ضيفك من الرياض، لكن أعتقد أن هنالك ثمة حركة ما بدأت، لكنها ما تزال في طور البداية. يعني أعتقد الحركة 12، الجلسة 12 أنهت أو ركزت موازين القوى داخل مجلس النواب، وأعتقد أنا أن لن تعقد الجلسة 13 رقم 13 إلا ويكون هنالك قد جرى الاتفاق. نعم. على ولكن الحل الرئاسي جوني. نعم. ولكن هناك من يقول أن تجربة ميشيل عون للرئاسة ستتكرر مع حزب الله. يعني حزب الله لما كان عم بيرشح ميشيل عون للرئاسة والكل كان عم بيقول لا 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 لا، آخر شيء وصلوا إلى نعم 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 نعم، واتفق الجميع إلى على مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية اللي كان وقتها العماد ميشيل عون. اليوم يقول أنه حزب الله سيعاود هذه التجربة مع سليمان فرنجي، يعني راح يضل الأفرقاء الآخرين يقولوا لا، وهو مصر على سليمان فرنجي حتى تحين أو تحين الظروف لكي تصبح ناضجة ليتفق الجميع على سليمان فرنجي. هل سيتكرر هذا السيناريو مع سليمان فرنجي؟ الظروف مختلفة جدا استستونية، لا تمت بصلة إلى الظروف التي كانت قائمة في السابق في العام 2016 الآن. يعني هنالك نوع من التسويات في المنطقة، الآن هنالك المنطقة تتجه إلى نوع من التبريد، هنالك تفاهمات تحصل، هنالك إمكانية عالية لتنفيذ اتفاق نووي مع إيران، وبالتالي هذه المسائل كلها. أما في العام 2015-16 كانت الدنيا في حرب، كانت الدنيا تشتعل في سوريا بالقرب منا، وكانت الظروف العسكرية بدأت تميل لمصلحة النظام وإيران. الظروف مختلفة كليا، لا علاقة لها بذلك. في كل الأحوال ما يجعلني، نعم هنالك كلام تلويح برأيي، تهديد بهذا الموضوع أنه ننتظر الوقت، لكن لو كان ذلك صحيحا لما كنا سمعنا ما خرج به نائب الرئيس مجلس النواب ياسر صعب بعد خروجه من عند رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس النواب. يعني مبكرة، انتخابات مبكرة. أي الدعوة انتخابات جديدة يعني مبكرة، نعم. والهدف منها شو؟ إنه يعني تغيير موازين القوى، لأن موازين القوى الحالية لن تسمح للفريق الشيعي للثنائي الشيعي بالانتصار في هذا الموضوع. أعتقد، دعني أكون دقيقا، أعتقد أنه ضمنا الفريق الشيعي متى يدرك جيدا بأنه عليه أن يتجاوز هذه المسألة، لكن ضمن ماذا ينتظر لكي يقر بذلك؟ وهنا بيت القصيد، هو ينتظر ربما التفاهم، ديل يعني تسوية تجري بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي تضمن له مكاسب، يستطيع أن ينفذ معها اتفاقية للمرحلة المقبلة. لذلك نقول ربما تكون مسألة بحاجة لبعض الوقت، وهذا بعض الوقت سيكون سيجري خلاله أو سيسبقه. طيب. لماذا التفاهمات في المنطقة التي ستساعد في هذا الاتجاه؟ لماذا لا نأخذ ما قاله الياس أبو صعب على محمل آخر، هو الطلب إلى انتخابات نيابية مبكرة، وهو بطلب أو بإعاز من الثنائي الشيعي لإعادة موازين القوى من جديد والحصول على الأكثرية النيابية، لأنه هو هني بيعتبروا أنه هني ما أقوله أنا هذا ما أقوله. نعم يعني هني بيعتبروا أنه أعطوا التيار الوطني الحر عدد من النواب بيقدروا هني يحصلوا عليها المرة ويصيروا هني يمتلكون الأكثرية النيابية ويرجعوا يسيطروا على البلد.
صحيح. هذا دليل شو؟ هذا دليل انه يعني اقرار بانه الوضع اصبح مقفلا في داخل مجلس النواب، وبالتالي لم تعد لي القدره ان لا مع الوقت ولا ضد الوقت ان اذهب الى يعني الرهان على الوقت هنا لم يعد قائما، طالما انا اريد ان اغير الواقع في مجلس النواب، وبالتالي اصبح هنالك نوع من اقفال امامه، وحتى المناخ الدولي لا يسمح لي بان احقق الاختراق الذي حققته. نعم. في السابق بمقابله الوح بهذا الاقتراح بمقابله صحفيه حضرتك بتقول انه توقعت انه جبران باسيل يدعو الى اجتماع لاقاله وطرد الياس ابو صعب من التيار الوطني الحر وعدد ربما اخر ممن اعتبروا انهم عصوا الاوامر. هو لحاله ولكن لم يحصل ذلك. امبارح جبران باسيل بالقابري قال انه في عندنا خرق نحن صار، وهي ضمن الاطر الداخليه رح نبحثها، واكيد اذا واحد شذ عن القرار ما رح نقول له انه انت ما فيك تكفي معنا. انا اللي ما اعرفه في المعلومات ان نعم هذا الاتجاه ذاهب اليه خلال الايام المقبله باتجاه الوضع، يعني من خلال اليات الحزبيه الداخليه. نعم. وسيجري يعني فصل سيظهر لاحقا في الاعلان، بس اكدوا جبران باسيل بالامس من دون ما يتناول يسمي الياس ابو صعب. وأنا أعتقد هل الياس أبو صعب الوحيد الذي خرج عن طوع جبران باسيل في التسميات أو هناك؟ سؤال حلو. في اسمين يتردد أن هنالك اسمين، الاسم الأول هو الياس أبو صعب، والاسم الثاني هو إبراهيم كنعان. هذا ما يتردد، إبراهيم كنعان. نعم. وألا عون كما قيل. نعم صحيح، لكن الياس أبو صعب الفرق أن الياس أبو صعب جاهر وقال في الاجتماع الذي عقد بعد الجلسة، قال له أنا صوت مثل ما قلت لك، يعني هو كان قال له زياد بارود، بس فعليا هنالك يعني شكوك عاليه بانه صوت الاستماع الفرنجي، وبالتالي هذا اقرار. اما عندما سال انا عون فقال له ما حدا بيقدر يسالني انا، يعني لم يجب وكانه اجاب بطريقه مبهمه وكانني لا اخرج، ولكن له الحق ان لا يجيب. له الحق ان لا يجيب، يعني الدستور والقانون يكفل له ان لا يجيب عندما يسال من انتخب. لا بس هذا بالآلية الحزبية مسألة مختلفة داخل الآلية الحزبية، لكن اللي بدي أقول لك إياه واللي بعرفه أن لأن يعني الظروف يعني الياس أبو صعب يقر بذلك، وبالتالي القرار بفصله مسألة سهلة، هذا ما يذهب إليه الاتجاه. وأنا اليوم بالذات ما كمان يعني أخذت معلومات إضافية أن العماد عون ميشيل عون الرئيس ميشيل عون يريد الذهاب في هذا الاتجاه، وأن الياس أبو صعب كمان يعني مش فارقه معه يريد ايضا طبعاً. يعني لم يعد متمسكا بموقعه الحزبي بالداخل، يريد ان يخرج من الوضع الحزبي. اما لعون فهو يعني كما لانه لم يعترف او لانه يقول ولا احد يستطيع ان ياخذ عليه ممسكا، فبالتالي مسالته ما تزال غير واضحه. لكن من ذلك قلت لك الفصل، نعم اعتقد انه محسوم باتجاه واحد وهو الياس أبو صعب. جوني منير الكاتب السياسي كنت معنا من بيروت، شكرا لك لهذه المداخلة ولهذه المعلومات القيمة التي أعطيتنا إياها. أيضا الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا لك على الحضور معنا في هذه الحلقة.